جاهزين يا شباب؟ قررنا أنا والفنانة الكبيرة نوال الزغبي نعطيكم نسبنا إلي بنسبة 20% من الأصوات. تستاهل يا إلي، تستاهل حبيبي. شكرا. وداني بنسبة 25% من الأصوات. شكرا. أصواتنا أنا والفنانة نوال الزغبي. أما أيوب بنسبة 55% من الأصوات. تستاهل أيوب. شكرا. هذه نسبة التصويت منا أنا والفنانة نوال الزغبي لألكم، غير تصويت الجمهور. أما الآن بنشوف نسبة تصويت الجمهور. أما المركز الثالث مع نسبة 29% من الأصوات، أوهو إلي. مبروك يا إلي. شكراً. المركز الثالث مبروك. شكراً. حبيبي تستاهل. شكرا. باقي أيوب وداني. مستعدين؟ مستعدين. داني منو بيفوز، أنت ولا أيوب؟ ليلاتنا رابحين، أنا ربحت معرفة صراحةً. صح. هذه الروح الرياضية طبعاً. إحنا كذي نبغيكم، الروح الرياضية والابتسامة. وتشرفنا بمعرفتكم ويانا في 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 هذه الظروف في هذا البرنامج. الناس حبوكم وحبوا تواجدكم سواء في السوشيال ميديا أو عندي في البرنامج. تعرفتوا على نجوم كبار، اكتسبتوا خبرة من خلال هذا البرنامج، والناس عرفتكم وحبتكم، وكل واحد منكم صار عنده فان. أيوب شو تقول، أنت ولا داني؟ أنا برأيي أنت اللي تقول. أنت اللي تقول. اللي ربح فينا مش مشكلة. المهم إن شاء الله كل الشباب أصواتهم حلوة وكلهم موفقين، وإن شاء الله يا ربي يوصلون بالخير. بعد البرنامج بتتواصلون مع بعض؟ متواصلين قبل البرنامج. يعني أصدقاء، الحمد لله كسبنا معرفتكم. نتواصل معاكم بالسوشيال ميديا، هذا أهم شيء. وأنا كفايز السعيد ملحن وفنان، أي شيء تحتاجونه سواء في البرنامج من غير البرنامج أنا معاكم. شكرا. بسام يقول حتى فلوس. بس لازم تدعموا لتبتون فايز. المركز الثاني بنسبة 65% من الأصوات، أوهو داني. ألف مبروك يا داني. شكراً. تستاهل يا حبيبي. وبالتالي المركز الأول والفائز في برنامج غني مع فايز وهو أيوب بنسبة 74% من الأصوات. هاتون أيوب. مبروك. تعال تعال الاستوديو. شكراً حبيبي. تسلم حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك لداني. مبروك حبيبي. وكلكم فايزين. كل الناس وكل الفايزين إن شاء الله. كنا فايزين أكيد. بدول كلمة. في كلمة للنجمة نوال الزغبي. بما أنه ثلاثتكم وصلتوا لهون، يعني ثلاثتكم إيه والله روعة.